خليت شيء ما شاء الله عليك. لا تطلعون الا ما يصفي. انا عندي يقول ما خليت شيء، قلت مثلك انت قبل شوي اكلت الجو كله. انا عندي قصه جرت علي وقت الامطار، والله الكلام هذا اتوقع عام يمكن 23 او 24. ما عام 415؟ لا 415 موضوع ثاني. اذكر يا طول العمر زي ما قال ابو نوره، يعني شباب وفينا طفاقه شويه. اول ما امطرت المشكله كانت فيه، والله في تحذيرات اذكرها، يمكن 1422 او 23، وكان معي كابرس. قلت له الاهل يلا مشينا، رحنا يا طول العمر مع شارع جابر اللي في الرياض. اول ما مشينا تقريبا من نص الشارع امطرت مطر غزير مره، وقف الطريق. الكلام هذا تقريبا يمكن بعد صلاه المغرب، والله ما رجعت البيت الا حول صلاه الفجر، ما قدرت، الشوارع مقفلة. فهذه مشكلة يا أخي، في بعض الشباب أصلا ما تحلالها الطلعة اللي إذا أمطرت. يا أخي ترى أنت الآن يا طول العمر بمناطق مزفلتة وأرصفة ما تقدر تطلع أصلا، يعني إذا نشبت نشبت صح. فيا أخي ما أنت مجبور، إذا أنت ناوي تروح يا أخي. الآن الأرصاد يا طول العمر الله يعطيهم العافية جزاهم خير، الأرصاد وحتى المهتمين في الطقس يقولون لك قبل المطر بيومين ثلاث ايام، يقول لك ترى اليوم الفلاني والساعه الفلانيه بيجي مطر بعد مشيئه الله. فخلاص انت اذا براسك طلعه رح للبر، اطلع برا المدينه قبل تمطر. اذا امطرت ما يمديك، لانك انت نفق زي ما تقول شارع مثلا زحمه ما صح. تقدر تروح. الشيء الثاني يا اخي، انت يا الشاب اللي بتروح وتغامر بنفسك، ترى لا قدر الله اول شيء ترى والديك والله ما هم راضين عنك، والله ما هم راضين. اتحدى واحد بيطلع بالذات من الشباب تحصل اهله يا طول العمر يقول لا تروح، انت روحتك هذه فيها عصيان لوالديك. الشيء الثاني ترى اللي بينتظرونك واللي بيفكرون فيك وبيبتسون عليك اهلك، يا اخي لا تروح، انت بغنى عن الامور هذه كلها. اول يا طول العمر يوم احنا في القرى تحصلنا نروح ونستمتع، بس اول الوضع غير، والاوديه اللي في القرى مختلفه، وحتى الطرقات اللي تروح معها بسيطه، يعني امورك زينه، حتى ما يمدي ان شاء الله ما حولك غرق ولا حولك شيء، وتشوف الماء من بعيد وتوقف. الان لا، يعني انا اذكر واحد من الجماعه وراي دير تعرف الدير، اذكر واحد من الجماعه الكلام هذا يمكن 1418 و19 سالفته مشهوره طبعا. هو راح هنا الرماح مع بنت وولد، هم اكبر عياله، وجلسوا يسوون اكل ومدري ايش، راح الولد والبنت الغدير بجنبه، والظاهر طاح طبعا ما حد مأكدها لانهم هم جاوا غرقانين الاثنين، طاح واحد ونزل الظاهر الثاني بينقذه وكلهم غرقوا. ما انت مجبور يا اخي. ثاني شيء انت يا ابو العائله لما تروح يا اخي انتبه لعيالك، تراهم ذمتك، انتبه لهم يا اخي. انت امامي طول عمر، حتى طول عمر في امثال الاولين السيل ومنهيين عنه وظول الناس يعني في امور اصلا من زمان الناس يا طول عمرنا هين عنها. انا ما طولت في السالفه، فتفضل.